هذا وتشهد عملية التبرع للمريض السعيد تنظيما محكما، وذلك بفضل شباب أخذوا على عاتقهم مسؤولية التكفل بجمع الأموال حتى لا يعاد سيناريو عدلان الذي استغلت حالته من طرف البعض. وهاشمي خيراني واسماعيل محبوب في هذا التقرير. هذه الخيمة المنصوبة وسط ساحة كينيدي بالأبيار هي مركز لجمع الأموال للتضامن مع سعيد بوزمارن المصاب بمرض نادر. القائمون على العملية يهدفون لتحصيل مبلغ 4 ملايير سنتيم لعلاج سعيد بالخارج، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدوا على طرق مدروسة لتفادي تكرار السيناريو الذي جرى في قضية عدلان. بدينا درنا هاد لاطونت هادي اللي عطاوها لنا البلدية، اللي نشكرهم بزاف، رئيس البلدية اللي حاكم البلدية، ورانا مع تبرعات. انا درنا الصندوق هذا، درنا هاد الشحيحات هادو ما تاني، هادو ما راهم بالحساب خويا، كل واحد نعطيلو فيهم نيميرو فيهم كلش، نعطيلو شحيحة حتى يلحق لوجور ان شاء الله، نتمنى ان نلموهم كامل ونلمو كاع دراهم ان شاء الله ونعطوهم نساعد خونا. طرق عديدة يستعملها الشباب للفت انتباه الجزائريين من اجل التبرع، على غرار المطويات الحصالات وغيرها. عادل يقف وسط الطريق يحث أصحاب المركبات على التبرع بطريقة استحسنها الجميع. احنا نطلبوا من الشعب الجزائري كافة باش يعاونونا بالمقدور اللي كتب عليه ربي باش نلحقوا للصالير. هكذا على وجوههم باينين باللي ما شاء الله، سمتهم على وجوههم، وكما ارتاح لهمش ما نعطي لهمش. في ظرف قياسي وصل المبلغ المتبرع به إلى 1 مليار سنتيم، وهو ربع المبلغ المطلوب، وهذا بفضل نشاط وحيوية شباب يحبون فعل الخير، ولسان حالهم يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكرا.